ارتبطت صناعة الفخار بوجود الإنسان منذ القدم، واستمرت بقوة الإنتاج نفسه حتى أصبحت اليوم نوعاً من التراث الثمين. وقد استهوت صناعة الفخار الفنانين عبر التاريخ، والرسام الجزائري بن يونس أحد أولئك الفنانين، حيث قام في العام 2007 بتصميم عدة طوابع بريدية عليها رسوم لأوان فخارية عدة من أماكن مختلفة من التراب الجزائري. مثلا على اللي تم لدارهم على الفخار، الفخار هو يرمز للصناعة التقليدية الجزائرية، للغرفة الصناعية التقليدية، وتانيت لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة اللي تنشط في المجال وتنشط يعني الصناعة التقليدية، الفخار والقلات وما يتبعهم، هذه كاع هاد التمر داروه باش يعطي شعار ورمز للدولة الجزائرية بالصناعة التقليدية اللي متواجدة في بلدنا. شوفي حنا كيما نقول لك حنا من القصبة، حنا من القصبة، انا نعرف من الاتراك، فهمتي، من الاتراك ومشات دوكا في الجزائر كذا، ما والله ما على بالي، مي كاع الله يبارك حنايا تلموا اللي عندنا التقاليد الاخر، كاين بزاف الناس ما تعرفش هذه التقاليد. صناعة الفخار هي زخرفة صناعية توضح لنا عرق وجهد الناس بكري، وخاصة عندنا في منطقة القبائل اللي في بكري كانوا يختصون مختصين جدا في هذه الصناعة. كاين طوابع الفخار، كاين طوابع الفخار، لانه الفخار هذا ديجا راهوك فن. القيمه الصحيه للفخار، لان كاين دراسه يقول لك بلي الماء فيك يجوز في الانابيب هادو وكذا تنقص القيمه الصحيه، القيمه الغذائيه تاعو. الفخار لو كان تحطيه فيه مده 5 سوايع يعاود يرجع له هذوك المواد اللي تحلوا في عمليه التحليل تاع الماء ولا التحليه تاع الماء. من بين يعني الصناعات التقليديه في الجزائر نوجد هناك ان الفخار متواجد بكثير، لانه اقدم يعني اغراض مثل الفخار جاتنا من ما قبل، نسيبوها من فجر التاريخ للتاريخ حتى الان، يعني الانسان مازال يخدم الفخار تاعو. المناطق المشهوره في الجزائر في الفخار هي منطقه القبائل، الاوراس، حتى في الصحراء الموجوده في القبائل نوجد يعني فخار متنوع كثير من منطقة إلى منطقة، كون أن المنطقة شوية صغيرة لكن تنوع الفخار فيها كثير على حسب الألوان وعلى حسب الأشكال المتواجدة. يعني كان هناك كل الرسومات تدل على أشياء ولا تاريخ ولا تحكي على العائلة، ولا يعني عندها رموز، وهذه الأواني تربط يعني بين العائلات في الأشكال والألوان. يعني كثرة الأواني الفخارية في منطقة القبائل، ونقدر نعرف الفخار هذه المنطقة من منطقة إلى أخرى حسب الألوان. عرفت الجزائر حرفة صناعة الفخار منذ القدم، وهذا لموقعها الاستراتيجي البحر الأبيض المتوسط، يعني مثلها مثل البلدان البحر الأبيض المتوسط. وعرفت في منطقة الأوراس، منطقة القبائل، منطقة شينوا، كلها يعني يصنعون الأدوات اليومية. هناك أدوات فخارية توضع على النار، وهناك أدوات فخارية للزينة، وهناك أدوات فخارية تستعمل للحفظ، لحفظ الحليب، لحفظ الزيوت إلى آخرها. هذه الصناعة عرفت حتى فيما قبل التاريخ، وهي يستدل بها في تأريخ الحقبات الكرونولوجية. ونجد كذلك منطقة القبائل جد مشهورة، منطقة معتقة اللي فيها ينظم مهرجان سنوي لصناعة الفخار. صناعة الفخار هي من الصناعات المعروفة في مهد الحضارة، أول صناعة اكتشفت في بعد الصناعة الحجرية هي صناعة الفخار. فكانت يعني كيف اكتشف الفخار؟ أولا الفخار اكتشف أثناء بناء البيوت من القصب وإطلائها تبليطها بهذا المادة اللي هي الطين،
ونشب حريق في المكان، فلاحظوا أنه تلك السلال اللي كانوا يعمروا فيها يعني ملؤها بالقمح إلى آخره، وتلك البيوت الخشب أو هذه القصب كله احترق، ولكن بقيت أشكال الأشياء، فتم اكتشاف الفخار، فبقيت هذه الحرفة متداولة من جيل إلى آخر. فالآن يعني كان قلت أنه طغت على الحياة الاجتماعية التكنولوجيا المتطورة، فانفصلت النساء عن استعمال هذا الفخار، لكن مؤخرا عاد الفخار وبقوة، وأصبحت النساء تستعمل هذه المادة في حياتها اليومية، وحتى لتزيين المنزل وفي نفس الوقت استعماله. فوائد الصحية أنه الفخار يحتوي على مواد مقوية، مواد قاتلة للسموم، قاتلة يعني أي طبخة تطبخ داخل الآنية الفخارية يكون خاليا من السموم، لأنه الفخار فيه مادة سبحان الله وبحمده تقتل السموم. ولا ننسى أنه الإنسان أصلا خلق من صلصال.